بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل السيشن الثانية في البيزكس اوف سي تي ريبورتنج، وقلنا في المرة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا عن النورمال سي تي برين وعن الريبورتنج اوف انترا سيربرال هيموريج او الهيموريج المختلفة انترا كرينيال، وقلنا الايتمز المختلفة اللي بنتكلم عنها في النورمال سي تي برين ان احنا بنتكلم عن الفنتريكولار سيستم سايز كونفيجوريشن، الميد لاين اذا كان في شيفت ولا لا، ما فيش شيفت في الميد لاين، ما فيش انترا سيربرال اور اكسترا اكزيال ارياز اوف ابنورمال اتنيويشن فاليوز عامه، ونورمال بوستيرو فوسا ماشي، او قلنا ان احنا بنقول ان النورمال ابييرنس اوف برين ستيم اند سيربيلم ماشي، او نو ايفيدنس اوف بوستيرو فوسا ابنورماليتيز، زائد ان السكان بارانيزال ساينسز ار كلير. لو كان التقرير بتاعنا بيتكلم عن نورمال سي تي برين وفي كونتراست انهانسد، بنقول ان نو انترا سيربرال اور اكسترا اكزيال ارياز اوف ابنورمال اتنيويشن values or enhancing regions، يعني الكونتراست ما عملتش عندي abnormality. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الهيموريز المختلفه، واتكلمنا عن الايتمز اللي احنا بنعلق عليها في الريبورت بتاعنا، ولما بنوصف الليجن بنوصفه ازاي باثولوجيكالي بالسايت رايت او ليفت والمكان بتاعه الديفينيشن والديفايند اور ديفايند والشيب والسايز واذا كان سراوندنج ايديما والماس افكت. النهارده المفروض هنتكلم عن الريبورتنج بتاع السيربرال انفاركشن، وده بيقودنا لنقطه مهمه جدا، وهي ان الكلينيكال داتا عندي مهمه جدا، بمعنى ان انا لو شفت سمول هايبودنس ليجن في عيان جاي ماشي على رجليه وبيعاني ان هو عنده كرونيك هيدك ومفيش اي هيستوري اوف نيورولوجيكال ديفيسيت، مش هروح اكتب ان ده انفاركشن او لكن انفاركشن، لازم اربط الفايندنج بتاعي بالكلينيكال داتا. اذا لازم اخد كلينيكال هيستوري كويس واخد الداتا بتاعت العيان كويس. طيب لو البيشنت ده عنده سيربرال انفاركشن، احنا عارفين قبل كده ان الانفاركشن هو عباره عن كات اوف بلاد سبلاي عن بارت من البرين، وتيفر بارت ده سمول او لارج على حسب البلاد سبلاي بتاعه. فلما بيحصل كات اوف للبلاد سبلاي ده، احنا متفقين ان السي تي خلال اول 24 ساعه ماي نوت ديتكت دي انفاركشن، لذلك ممكن الاقي الفحص نورمال والعيان في ديب كوما وفي سيفير هيمبليجيا، جست اعمل له فول اب بعد 24 ساعه وفاجئ ان نص البرين مثلا انفاركتد فور اكزامبل. لذلك احنا بنقرر ان اسرع موداليتي في الراديولوجي ديتكت الانفاركشن هو الام ار اي، وبالتحديد الديفيوجن. الديفيوجن ديتكت الانفاركشن وذين مينتس من الحدوث بتاع الانفاركشن. انا عيان عندي جالي دلوقتي وعنده سيربرال انفاركشن وعاوز اوصفها، اوصفها ازاي؟ انفاركشن غالبا بيكون في شكل ويل ديفايند هايبودنس ليجن، بذكر السايد بتاعه طبعا رايت او ليفت، واخد انهي اريا فرونتال بارايتال اوكسيبتال وات ايفر، يعني انفاركشن كبير زي ده هقول عليه ده رايت او ليفت، على ايدي الشمال يبقى رايت، ادينا بنقول اهو خطوه خطوه، وواخد جزء من الفرونتال واخد البارايتال واخد اوكسيبتال، ويمكن لو نزلت تحت هلاقي واخد التمبورال، فانا بوصف بالارياز اللي هو موجود فيها ويل ديفايند هايبودنس ليجن. في الانفاركشن مش بنقول الميجر، ما بنقولش ميجرز كذا في كذا، لان الانفاركشن السايز بتاعه بيكون مش سايز انفاركشن وبس، ده غالبا بيكون الانفاركشن والاديما اللي ريليتد ليه، فالاديما دي بيحصل لها سبسايد بتزيد بتقل وهكذا، فلذلك في الانفاركشن انا مش بقول السايز بتاع الانفاركشن كذا في كذا. لو الانفاركشن اكيوت ولارج زي كده زي ما انتم شايفين، بيعمل ماس افكت، بيعمل افيسمنت كورتيكال سالساي، بيعمل كومبريشن ابسيلاترال فينتريكل، بيعمل شيفت الميد لاين، فانا بقول ان هو اكزيرت ماس افكت ان ذا فورم اوف افيسمنت كورتيكال سالساي كومبريشن ابسيلاترال فينتريكل. لو هو عامل كده فعلا اللي قدامي بقوله، لو هو عامل شيفت في الميد لاين بقول ان هو عامل شيفت في الميد لاين ستراكشرز. ده بالنسبه للاكيوت انفاركشن. لما بيتحول الى سب اكيوت بقى بعد 2 ويكس الديما حواليه سبسايدد، فبيبدا بقى ترجع الامور دي لوضعها، لا هو بيكون عامل كومبريشن ولا عامل تراكشن للفنتريكل، فده بيكون في حاله السب اكيوت انفاركشن. لذلك الهيستوري عندي مهم، العيان ده بيجي ان هو من اسبوعين كان عنده هيميباريسيس او هيمبليجيا، سواء اتشخص او ما اتشخصش، الفايندنج زائد الكلينيكال بيكون الجايد بتاع التشخيص بتاعي. لكن لو هو عدى بعد كده بقى اكتر من مانس، يعني عدى شهر او اكتر شهر شهرين، بيبدا يحصل الهايبودنسيتي بتاعت الانفاركشن بتزيد، وصفها برضو انها ويل ديفايند هايبودنس ليجن في المكان الفلاني، لكن بدل ما هو كان عامل كومبريشن على الافسيلاتر فينتريكل بيعمل ايفاكيو دايلاتيشن. اذا في الحاله دي بدل ما اقول ان هو الليجن هايبودنس وفي المكان الفلاني ويل ديفايند، بدل ما هو عمل
كومبريشن او ماس افكت بالوصف بتاعه، لا ده هو هنا عامل ايفاكيو دايليتيشن على ادجيسنت فينتريكل والكورتيكال ساسايل. الكورتيكال ساسايل اللي جنبه وسعت والفينتريكل اللي جنبه وسع، اذا ده في الامبريشن بتاعي كورونيك انفاركشن. بضيف اذا كان في، احنا قلنا في النورمال بنقول ما فيش ابنورمال اتينيويشن فاليوز مختلفه لا هايبر ولا هايبو. افرض كان عندي البيشنت فيه انفاركشن وفي فوساي اوف بلاد دينستي، لو ما فيهوش بكتب ان نو ريسنت بلاد دينستي انترا سيربر اكسترا اكزيال، يعني بنفي وجود هيموريج في الحاله دي. لكن لو كان معاه هيموراجيك انفاركشن بيكون في فوساي اوف ريسنت بلاد دينستي بتحصل في المكان الفلاني، فبقول ان في فوساي اوف ريسنت بلاد دينستي وزين ليجن السين في المكان الفلاني. بوصف برضو السايت لو كان السايت بتاعها محدد واضح، ده في حاله الهيموراجيك انفاركشن. في نوع من الانفاركشن صغير اسمه اللاكنر انفاركشن. اللاكنر انفاركشن ده بيكون عباره عن سمول انفاركشن، يعني غالبا السايز بتاعه بيكون اقل من 10 مللي. فانا بقول ان في سمول ويل ديفايند هايبودينس فوكس، هنا قلت ليجن، هنا هقول او اريا، هنا هقول فوكس، سمول ويل ديفايند هايبودينس فوكس سين في المكان الفلاني اكزيرتنج. لو عامله ماس افكت هي غالبا مش هتعمل ماس افكت لانها سمول زي كده مثلا، فبقول انها اكزيرتنج نو ماس افكت على ادجيسنت ستراكشرز، او بقول انها عامله سبتل ماس افكت on the adjacent structures. subtle mass effect يعني حاجة بسيطة خالص كده لو عاملة compression بسيط لو يعني. لكن لو ممكن تكون الليجن يكون multiples، فبقول ان في multiple well-defined hypodense foci are seen in، واذكر الاماكن المختلفة both cerebral hemispheres في cerebellum في البرين ستيم whatever المكان. واقول اذا كانت هي غالبا طبعا زي ما قلنا لما بيكون lacunar غالبا مش بيكون ما فيش نو يعني بيكون في نو mass effect على adjacent structures. نوع من الاسكيميك تشينج لكنها مش اكيوت انفاركشن، وهي السب كورتيكال اثيروسكلروتيك انكفالوباسي سوري او احنا بنسميها يعني هي عباره عن الوايت ماتر اسكيميك تشينج. هي اسكيميك تشينج لكن مش اكيوت اسكيميا، بتبقى عباره عن كرونيك ديفيوز اسكيميك تشينج في الوايت ماتر، فهي بنقول عليها سب كورتيكال اثيروسكلروتيك انكفالوباسي. هي عبارة عن على مستوى الارتريولز. ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل اكزاجيريشن للهايبودينستي بتاعت الوايت ماتر. الوايت ماتر على الناحيتين كده بايلاترال بتبقى اكزاجيريتد هايبودينستي، بدأت تبقى غامقة على المعتاد بايلاترال وتكاد تكون سيمتريكال. ففي الوصف بتاعي بقول ان في اكزاجيريتد بيرفنتريكولار وايت ماتر هايبودينستي ديو تو سب كورتيكال ارتيروسكلروتيك تشينج. هي على مستوى الارتريولز يعني مستوى يعتبر مايكروفاسكولار شويه، فلذلك هي ما عملتش اكيوت انفاركشن بالكلينيكال بتاعه، لكن بتعمل تشينج كده تعتبر يعني كرونيك شويه مش اكيوت. ده بالنسبه للدايجنوزز بتاع السيريبرال انفاركشن. ونكتفي بالجزء ده علشان نركز في كل جزئيه، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن السبيس اوكيباينج ليجن. شكرا لحضراتكم جميعا وبالتوفيق ان شاء الله.